إذن وينضم إلينا الآن من القاهرة دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بك ومرحبا دكتور فارس. في البداية، يعني كارثة إنسانية شهدتها غزة أيضا بالأمس في مخيم جبلاية، وأيضا المجتمع الدولي لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم أمام هذه كل المجازر التي تحدث الآن في غزة. ما هو المنتظر دكتور حامد الآن على المستوى الإنساني والعسكري والسياسي أيضا؟ طبعا المشهد في قطاع غزة بتأن نتيجة تخاذل المجتمع الدولي عن نجدة المدنيين من الاعتداءات المتكررة اللي بيقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل سعي وبكل قوة إلى تنفيذ عملية انتقامية تكون هي بالنسبة له طوق النجاة من الضغط عليه من جانب الشعب اليهودي أو الشعب الإسرائيلي، اللي يرى ان حكومه نتنياهو يعني فشلت فشلا ذريعا في مجابهه المقاومه الفلسطينيه، واصبح هناك تهديد حقيقي وخطير لامن اسرائيل، خاصه بعد العمليه النوعيه التي تمت في يوم 7 اكتوبر. وبالتالي ارى ان المجتمع الدولي عليه ان يتحرك بشكل اكثر ايجابيه في ظل انه اذا استمر الوضع بهذا الشكل وبهذه الطريقة سيفوق المجتمع الدولي على كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، على الرغم من ارتكاب جرائم الاحتلال الإسرائيلي كل أنواع الجرائم، سواء عقاب جماعي أو تهجير قسري أو استهداف مستشفيات أو حتى استهداف المساجد واستهداف الكنائس. أقدم ثالث كنيسة في العالم تم تدميرها، أكثر من 30 مسجد تم تدميره، وزارة الأوقاف، وزارة المالية، تهجير قسري حتى بالأمس، يعني نتحدث عن 500 قتيل في لقطة واحدة في مخيم جبلية، وده يؤدي وبما لا يدع مجال للشك أن هناك استهداف ممنهج للمدنيين للسعي وبكل قوة إلى ألا يكون هناك مكان ولو شبر واحد في قطاع غزة آمن، سواء الشمال، لأن حتى بعد التحذيرات الإسرائيلية بالعمل وبنقل الشعب في شمال غزة إلى جنوب غزة، نجد أنه عندما تم التحرك من اتجاه قوافل من البشر أو من أهالي قطاع غزة من الشمال للتحرك باتجاه الجنوب، نجد أنه قد تم استهداف هذه السيارات وهذه الشاحنات وأوقعت قتلى حتى مستشفى الأهل المعمداني. وبالتالي المجتمع الدولي الآن عليه أن يكون أكثر حزما في مواجهة إسرائيل، في ظل أن احنا شاهدنا بعد قمة القاهرة للسلام والجهود المصرية الحثيثة والدؤوبة انفراجة وإن كانت نوعية في المشهد الدولي. اليوم نرى معبر رفح يتم فتحه واستقبال الجرحى، نرى إدخال المساعدات الغذائية، نرى إدخال المساعدات الطبية. هذا لم يحدث من فراغ، ولكن على الرغم من الجهود المصرية الدؤوبة والحثيثة بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين لإدخال هذه المساعدات، إلا أننا نرى على الجانب الآخر الجانب الإسرائيلي تعنف واضح ومحاولة تفتيش هذه المساعدات، بدلا من أن يكون هناك نوع من أنواع الرحمة ورفع الظلم عن الأشقاء في فلسطين. نرى أن هناك توجه لصعوبة الحياة داخل قطاع غزة والسعي من قبل إسرائيل لتنفيذ مخططها بشكل واضح للضغط على قطاع غزة بأي شكل من الأشكال، سواء من الناحية الإنسانية أو من الناحية العسكرية. طب بعد قرابة 25 أو 26 يوم دكتور حامد، وحضرتك تتحدث أنه يجب على المجتمع الدولي بشكل أو بآخر أن ينحم بمسلك مختلف عما كنا نشاهده في الأسابيع السابقة، إلا أن الطرح لا يزال وبقوة وبدعم من أطراف بدأت يتعالى صوتها في المجتمع الدولي بأن ما يحدث هو مسألة وجودية لإسرائيل غير قابلة للنقاش أو التفاوض، على اعتبار أنه يعتبرون أنهم أصحاب حق. والحديث أنه رغم أنه في نواب من داخل الكونغرس الأمريكي كانوا يحاولون جاهدين إظهار الصورة الحقيقية لما يجري في قطاع غزة، نشاهد في الأيام السابقة أن هنالك بالمقابل أصوات تتعالى من نواب آخرين يقولون أن الدعوات لوقف إطلاق النار هي دعوات لإسرائيل للاستسلام في مواجهة حماس، وهناك دعم مطلق اليوم لهذا الأمر بأن يذهب قدما بالنسبة للإسرائيلي. يعني في ظني وتقديري أن حماس وآلتها الإعلامية الكاذبة والملفقة تتحرك في اتجاه تصدير أن أمنها القومي يعني معرض للتهديد من قبل المقاومة الفلسطينية، ولكن بعدما أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإسقاط قرابة 10,000 قتيل وأكثر
من 25 ألف جريح. ماذا تريد إسرائيل؟ قامت بهدم البنية التحتية، نفذت سياسة واضحة وهي سياسة الأرض المحروقة، لم تترك شبرا في قطاع غزة إلا وقامت بهدمه. عليها أن يدرك المجتمع الدولي أن إسرائيل تستغل حادث 7 أكتوبر بشكل واضح لتنفيذ مخططها، وهو العمل على تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما كان هناك دور كبير للدولة المصرية لاكتشاف هذا المخطط الشيطاني، ومحاولة أن تؤدي وتظهر للعالم أن إسرائيل تريد أن تحقق مآربها الخاصة بتصفية القضية الفلسطينية وتهجير قطاع غزة بشكل واضح. ولكن في ظني وتقديري أن هناك تغير، وإن كان تغير نوعي لدى الشعوب الأوروبية والشعوب الأسيوية، أصبح هناك تعظيم كبير لدور القضية الفلسطينية لدى الشعوب الأوروبية والأسيوية، باعتبار أن هذه الشعوب أيضا تشكل وسيلة ضغط على الحكام في أوروبا، على اعتبار أن عام 2024 هو عام الانتخابات سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي أرى أن على الإدارة الأمريكية تحديدا باعتبارها هي القادرة على لجم الاحتلال الإسرائيلي أن تسعى وبكل قوة إلى أن توقف هذا الغزو وهذا الظلم الذي يتعرض له قطاع غزة، هذا الحصار الجماعي، عدم اتفاق كل ما تقوم به إسرائيل مع القوانين الدولية والأعراف الدولية والقوانين الدولية الإنسانية. احنا بنتحدث عن اكثر من 3000 طفل شهيد، هل هؤلاء ينتمون للمقاومة الفلسطينية؟ يعني استهداف الأطفال، أكثر من 2000 سيدة، هل هؤلاء تبع المقاومة الفلسطينية؟ يعني ازدواجية معايير ورؤى مغلوطة وأكاذيب، والهدف كل الهدف استهداف المستشفيات، استهداف المساجد، استهداف أي مظاهر للحياة. حتى لولا الدولة المصرية وتدخلها القوي وإظهار أنها لن تسمح بتصفية القضية، كنا شاهدنا مشهد أكثر تعقيدا من ذلك. صحيح. ولكن الدولة المصرية تدخلت وبكل قوتها. صحيح. ضغطت على الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي ونجحت في فتح معبر رفح وإيصال المساعدات. وبالتالي أرى أن المجتمع الدولي عليه أن يتبنى الرؤية المصرية القائمة على العدل، القائمة على الأمان، القائمة على الاستقرار، القائمة على مبدأ حل. طيب. الدولي وتنفيذ هذا المبدأ. أعتقد وكما أشرت حضرتك دكتور حامد أن التدخل أو الفضح أو وعد هذا المخطط بمهده من الدولة المصرية ربما أتى بما تسمى باللحظة الحرجة، ولكن مع هذا يبدو أنه مع كل التساؤلات والأقاويل والأحاديث بأنه ماذا في اليوم التالي من بعد أن تنتهي إسرائيل مما تريد في قطاع غزة، هذا التساؤل الذي كان يفضي إلى العديد من الخيارات وهو مفتوح للفضاء، يبدو أن يقال أنه في تشكيل لجنة على مستوى عالي اليوم في إسرائيل من أجل بحث ماذا في اليوم التالي بعد أن تنتهي إسرائيل. وبن كفير أعتقد الذي خرج ويقول يأخذهم الإسكتلنديون كما يريدون وليستقبلوا كل أهل غزة كما كانوا يبدون من استعداد. إذا لا يزال الأمر مطروحا ولا تزال إسرائيل تريد هذا الأمر. هناك من يقول أنه في خلق واقع أمني جديد للإسرائيليين ولسكان الغلاف. يعني إسرائيل خاضت أكثر من 5 حروب ضد المقاومة الفلسطينية، هل نجحت في الحفاظ على أمنها القومي؟ لم تنجح حتى هذه اللحظة. ومع ذلك المقاومة يوم عن يوم بتظهر قوتها وبتظهر أن هناك تغير نوعي في تسليح المقاومة، وهذا سيؤدي بما لا يدع مجال للشك إلى تهديد أمن إسرائيل. وبالتالي أمن إسرائيل على المحك الآن، لابد أن تدرك الإدارة الأمريكية ذلك، لابد أن تدرك الإدارة الأمريكية أن استمرار إسرائيل في هذا النهج سيؤدي، وكما أكد على ذلك الرئيس المصري وأكد على أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى اتساع رقعة الصراع بشكل كبير وتحول المنطقة إلى بؤرة ملتهبة لن يتحمل نتائجها أحد، وستكون ارتداداتها ليس على مصر أو إسرائيل أو القضية الفلسطينية ولكن على العالم أجمع. وبالتالي هذا الإدراك المتأخر من المجتمع الدولي لابد أن يتحول إلى رؤية استراتيجية لتنفيذ واقع جديد. إسرائيل لم تستطيع القضاء على حماس، وظهر هذا بنتائج على واقع الأرض من أكثر من 5 مواجهات، وخرجت المقاومة لها أنياب حقيقية تؤلم الجانب الإسرائيلي، وأيضا أظهرت أنه لا يمكن القضاء على حماس لأن الآن المقاومة الفلسطينية أصبحت فكرة لدى الشعب الفلسطيني اللي بيدافع عن أرضه، وبدلا من أن يكون هناك إدراك لخطورة ما يتم على واقع الأرض من تحول قطاع غزة إلى يعني قنابل موقوتة
لابد أن يدركوا أن استمرار هذا الصراع سيجعل هناك أكبر جيش في العالم وهو جيش قطاع غزة. جيش قطاع غزة الآن يعني احنا بنتحدث عن 2.3 مليون نسمة، كل فرد أو كل عائلة فقدت فرد من أسرتها، وهذا سيجعلها تحاول أن تنطلق من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي اقتحام قطاع غزة أمر صعب جدا لن يتحقق في ظل أن المعنويات الإسرائيلية الآن وبعد العملية النوعية في 7 أكتوبر هي النوعية في أقل مستوياتها، بالإضافة إلى أن إسرائيل لا تستطيع الآن خوض معركة برية حقيقية والعمل على اجتياح بر، لأن هذا سيؤدي إلى وقوع الكثير من الضحايا من الجانب الإسرائيلي، وهذا لن يتحمله المجتمع الإسرائيلي بعد سقوط أكثر من 1500 في عملية 7 أكتوبر، بالإضافة إلى أن إسرائيل يعني تأثرت اقتصاديا بشكل كبير نتيجة حجم التعبئة العامة الكبير واللي أثر على قطاعات، إحنا بنتحدث الآن عن 8% من التعبئة العامة من الشعب اليهودي، وده أدى لتوقف الكثير من القطاعات بالإضافة إلى نزوح جماعي وعودة الكثير من الإسرائيليين إلى موطنهم الأصلي في بلدانهم الأوروبية، بالإضافة إلى نقطة أخرى جوهرية إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي بدأ يترنح، البورصة الإسرائيلية بدأت تنهار.